القصة الثانية في هذا العدد وهي قصة عائلة القطني من ولاية معسكر. هذه العائلة مكونة من 6 أفراد تعيش أيضا ظروف اجتماعية قاسية، وما زاد القسوة هو مرض الابن الصغير اللي هو بحاجة لتدخل جراحي على مستوى العين. الزميل قادم زيلة زار هذه العائلة وعاد لنا بهذه الصور. حياة مأساوية يعيشها الطفل زين الدين القطني القاطن ببلدية مطمور بولاية معسكر، مصاب بالسرطان على مستوى إحدى عينيه. زين الدين الذي فقد البصر من عينه اليسرى يواجه مشقة الحياة على صغر سنه، أصبح يتمدرس بصعوبة بسبب نظرة بعض أقرانه وكلامهم الجارح، لم يتقبل أن يوصف بالأعمى. مصاب بداء السرطان تاع الشبكة تاع العين، ومرض مولاه حوالي 9 أشهر، وظلوا كره في عمره 5 سنين، وقالوا لي هذا المرض يتسبب حتى للوفاة تاع الغريان، وراهم يقرا في التحضيري الناس راهم يعايروا في أصحابه، راهم يقول له باللي عينك عمياء وماشي يبغى يقرا، أنا خايف لا يتأقلم ما يبغيش يقرا. والد زين الدين يواجه قساوة الحياة مع الفقر ومرض أولاده جميعا، يعيش ظروفا معيشية مزرية، رغم ذلك يطلب فقط من ذوي القلوب الرحيمة المساعدة على علاج ابنه كأولوية وإجراء العملية الجراحية على عينه المقدرة ب10 ملايين سنتيم حتى يشفى زين الدين من عينه ويواصل الدراسة. يستصرخ أهل البر والإحسان ويردد: وانا انسان خدام جورني وعامل يومي مول نهار، نخدم نهار وزوج عند الشعب، والشعب تاعنا قاعد يعرفوني باللي نخدم جورني عامل يومي، وكان ما يعاونونيش الناس في المصروف تاعها باه نديه الوهرن ونديه الجزائر ولا ما نطيقش. انا الا وكلتها كثره راني الله يبارك ما شاء الله، نطلب من الناس المحسنين يعاونوني. عندي 3 غراوين مرضى، مريم تقرا في السنه الرابعه، عندها كل 3 أشهر 4 أشهر نبدل لها النواظر، وتبعها مع أخوها ذلك في وهر في كاناستير، نهار اللي نديهم قاعد في 3 في رحبة. زين الدين ببراءة كبيرة ينظر إليكم، يوجه هذا النداء ورغم المرض يبتسم ويقول: عاونوني ركب عيني وأجوكم على الله. مؤكد يا أهل العطاء لن تتركوا هذا الطفل وحيدا، ستساهم في علاجه وإجراء العملية الجراحية بالإضافة إلى تحسين الوضعية المعيشية لهذه العائلة.